السلام عليكم متابعين قناة شوف تي في، مرحبا بكم معنا في بث جديد من الدار البيضاء. اليوم كيتواجد معنا الأخ، الاسم ديالك إبراهيم. إبراهيم قلت لنا مصادق. إبراهيم عنده مشكلة ديال السمع، ما كيسمعش بالأذن اليمنى، ياك اللي ما كتسمعش بها مزيان، تزاد كيسمع غير باليسرى، وطرا لي فيها تعفن وداروا ليها العكس، ما كيسمعش بجوجهم. دابا طراو له تعفن في الودن اللي بقى كيسمع بها شويه، فما بقاش كيسمع. دابا اضطر انهم يديروا ليه لاباراي باش يقدر يسمع. غنخليوه هو يحكي لنا اكثر على هذا المشكل اللي عنده. وي خويا اختي، دابا بان ما كتشوف على حسب هذه القوقعه، هي الحمد لله هي الاجبار، وكنتمنوا الله سبحانه وتعالى. كيفاش درتي القوقعه؟ دابا درت القوقعه اذن على حسب اذن السمع مشى كذا، كنت كنسمع باليمنيه، اليساريه من الزمن مشات والى اخره، لقاو عندي العروق من الدماغ تبوشا وما بقاش علاج هو سيفتو سكانر، سيفتو لشي طب فرنسا وخبرهم بعد القوقعه كيديروا على الصغار اللي كيتزادوا خلقه وزياده ما كيسمعوش. هما ليش كيديروا هذه القوقعه؟ وجاتني شويه صعيبه ولكن الحمد لله. كتسمع بها مزيان؟ دابا الحمد لله كنسمع، ولكن على حساب المصاريف ديالها شويه كثيره. غلبوك المصاريف ديالها؟ ايوا اختي، اش غنقول لك، المصاريف ديالها تقريبا هي ممكن كدير مليون 40000 ريال بوحدها لاباري، ولانتر تقريبا كيدير 12000 ريال، وخيط تقريبا كيدير 24000 ريال، وهذه اللي لاصقه بحال العيال اللي لاصقه مع هذه الاله اللي داروا لداخل تقريبا كدير 100000 ريال. ما قدرش والباتري كيدير 48000 ريال من عندهم هما. هادي تكلف لك بها شي محسن قلتي لينا. واختي ما كرهش راه المصاريف ديالها، ما كرهش، نتمنى الله سبحانه وتعالى. لا لاباري تكلف لك بها محسن، شي محسنين على مولانا. الا ما كرهش اختي ما شاء الله، حيت ما في حاليش انا. دابا اذا تخصني فيها شي حاجه ديال 500 درهم، انا راه ما في حاليش، راك عارف الحاله كيفاش، وانا ما خدامش وثلاثه ديال الوليدات مع الوالده في البلاد، وحاليا كاري بيت هنا، وجاتني قضيه صعيبه. وملي كنت داخل هذا الشيء ديال كورونا تقريبا، دابا تابعنا 6 شهور وراه معمول لك، راه ومنين غنجبدها، وراه انسان عايش انسان متطوع وما شاء الله وصافي. واخا انت فاش خدام دابا حاليا؟ دابا اختي دروك اش غنقول لك، بحالك كتشوف رانا ما خدامه، انسان عايش انسان متطوع ما شاء الله، ومحسن الناس اللي كيعرفوه ماشي بركه. ولكن اذا كيفاش متطوع؟ شكون هاد المتطوعين؟ ايوا اختي، هاد المتطوعين بحال هاد الناس تقريبا اللي كيعرفوني، موالي التمر ولاد البلاد، وفين ما نقول مثلا شي واحد كينعت لي، شي واحد كيقول لي شي مساعده ولا شي حاجه، كيمشي عندي كيعطيني ليك. ولكن هذا الشيء ثاني، ما اللي تمشي عنده اليوم تمشي غدا، راك عارف ما يقدر، ما كرهش انا شي محسن اللي تكلف لي بهذا الشيء ديال لاباراي، ولا يقدر اللي يساعد. علاش ما خدامش؟ ايوا اختي، دابا راه جاتني قضيه صعيبه، ما كرهش الصراحه، ما نكذبش عليك، انا كنت خدام فهمتي. ولكن جاتني القضيه دابا، منعوا عليا هادشي ديال الصداع، منعوا عليا الثقال، منعوا دابا. اذا انا رفد تقريبا لاباراي، تقريبا كدير واحد تقريبا 3 مليون ولا، وخلعوا بيها وراك عارف. يعني ما تقدرش تخدم حيتاش لاباراي ما كتحمل لا صداع لا تقول لا حتى شي حاجه؟ لا، سواء الا خطاتني الا شي حاجه ديال التجاره. انا حيت كنت حاليا في زاكورا، مشيت درت واحد مشروع ديال التعاون الوطني، دفعت ليهم ودرت المشروع ديال تاك الزارت، ولكن ما كاينش شي مساعده. شحال هذا وانا دفعت ليهم تقريبا شي عام ولا، ودرت زعما باش ندير شي مشروع ديال تاك الزارت، راكي عارفه في البلاد ولا فين ما كتب الله باش تخدم على ولادك. مي ما كرهتش اختي، راه ثلاثه د الوليدات ما كرهت نخدم على ولادي، الحمد لله. راه
كعارفة احنا الحمد لله صحراء ورا في النساء اي حاجة خرجت لينا نصبروا وندير كل شيء واخا شحال كاري هذا البيت هذا؟ اختي اش غنقول لك تقريبا دابا انا كاري بيت انا ب 60,000 فرانك شهر وحاليا دابا ملي بدات كورونا وما خلصت حتى شهر ودابا انا مروه العيد فاش مشيت سافرت لزاكورا دابا انا تقريبا شهرين هادي ما رسلت للوليدات حتى شي حاجه وصابرين وصافي الرجوع لله عز وجل. واخا شنو كطلب اليوم من المحسنين ومن الناس اللي كيشوفوك اليوم؟ ايوا اختي كنطلب من المحسنين المساعده باش يساعدوني على المعيشه ديال الوليدات وعندي مصاريف في لاباراي وراه بزاف ديال الحوايج راه لا اله الا الله. لا اله الا الله. اذا على حسب الكريرة واش انا قدرت هاد المسؤوليه ديال الكريرة انا ما نقدرش ولكن فين غادي نمشي؟ تمشي عند خوك اليوم تبات عنده غدا تمشي عند خالك تبات عند يومين تمشي عند خالتك كاع ممكن واحد صاحبك كيعرفك تبات عند يومين ما جاتش المدينه هذه لنداني لما كانش الانسان بحال الانسان ما حالو راه ما شاء الله وانا ما كرهتش على حساب الوليدات باش يكون على جنبي باش يديروا فيا الروح يفيقوني ودابا الانسان دابا الانسان ملي كنحيد لاباراي راه بحال الانسان اللي ما حاضرش راه ما كتبقاش تسمع كاع ملي كتحيدها لا ملي كنحيدها ما كنسمع والو كنفهم الهضره بالشفتي. متابعين قناة شوف تي في كيف ما شفتوا الحالة ديالو كت يعني مضطر أن شي واحد يساعده هو قالك أنا باقي بصحيحتي ما عنديش مشكل أنني نخدم ولكن خايف على لاباري اللي تكلفوا بها المحسنين والله يجازيهم بالخير اللي كانت وصلت ل 22 مليون قالك ما بغاش يخدم في شي حاجة فيها صداع ولا فيها تقل ويضيع لاباري اللي زعما تكلفوا ليه بها الناس وباغي حاجه اخرى ان يخدم ويكون حدا وليداته قالك ملي ملي باش ملي حيد لاباري قالك هما ودنيه يكونوا حدا هما الروح ديالو هو كاين هنا كريم بيت صغير ما عندوش كيفاش يخلصوا عنده وليدات خصو يصيفط لهم ومراته جوج وليدات وبنيه والزوجه ديالو خصو يصيفط لهم المصروف خصو يعاون والديه فلا اله الا الله كنتمنوا من المحسنين انهم يشوفوا من حال هذا السيد واللي قادر فاجره عند الله كبير يتعاون معاه ولو غي في لي باتري ديال لاباري حيت شحال قلتي ديال الباتري الواحد شحال دي 48000 ريال باتري واحد كيسوى 48000 ريال هو هذا لاباتري ديالهم خدام بالضو كيخدم بالضو احنا شنو هم هنايا الشارجون ديالو هادو هما لي باتري هادو ما بقوش خدامين هذا هو لا هادو اللي كاينين هاد لي باتري دابا ما بقوش خدامين لا والو هادو خاسرين كاملين هادو خاسرين دابا عندي واحد هذا اللي خدام صافي وي خاسرين بقى عنده واحد باش خدام كنتمنوا تكون شي التفات لهذا السيد ويساعدوا شي واحد متابعين قناة شوف تي في وصلنا لنهاية البث نتلاقاو في بث جديد قبل ما هذا غنعطيو الرقم ديالو شحال الرقم ديالك 056 056 02 53 53 96 96 056 02 53 96 96 والرقم اخر 06 72 اسمح لينا 06 72 72 60 60 04 04 94 94 لا وعاش نكون محيد هو عطى جوج الارقام حيتاش بعد مرات كيكون محيد لاباري وما كيقدرش يسمع التليفون فهو كيعطي الرقم ديالو والرقم ديال خوه الاخ الاخ ديالك متابعين قناه شوف تي في وصلنا لنهايه البث نتلاقاو في بث جديد.